تقول: أنا امرأة اعتمرت قبل سنتين وطفت 6 أشواط حول البيت، فما الحكم في ذلك مع العلم أني كنت ناسية؟ ما هو بصحيح العمرة، ما هي بصحيحة، اللي ناقص الطواف فيها شوط ما هي بصحيح. فإن كانت اعتمرت بعدها فتكون العمرة التي بعدها عوضا عن العمرة التي لم تصح، تكون عوضا عنها. وإن كانت لم تعتمر بعدها فعليها أنها تتجنب الآن محظورات الإحرام، لأنها ما زالت محرمة، تتجنب محظورات الإحرام وتأتي وتؤدي العمرة من جديد التي أحرمت بها من سنتين، تؤديها الآن. وإن كان حصل عليها جماع فيحتاج إلى أنها تسأل وتستفصل أكثر من هذا. نعم.